السلام عليكم دراري، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم فيديو جديد، فلوق جديد، ديستيناسيون جديد دراري. كنتمنى ان شاء الله تكونوا دوزين النهار طاب، فرحانين ناشطين كيف ما ديما دراري حاضرين معنا. مرحبا بكم مره اخرى دراري. اليوم راه حنايا مازالين في الجزيره ديال مالطا، اللي مازال ما شافش الفيديو ديال مالطا يمشي يشوفوه دراري. اليوم راه حنايا في العاصمه فاليتا. الفاليتا هي العاصمه ديال الجزيره ديال مالطا، وليدات غنمشيو دابا كاملين نكتشفوها الدراري ونديروا كاع اللعيبات وكاع التوشيات اللي كدار هنا وكتشاف. وحنا دابا في الطريق، كنا في الطوبيس، واحد الطوبيس غنقول لك داكشي ديال المغرب، واحد الشيفور عند داك السوقان ديال المهم ديال عتفهموني، غادي غادي بحال هكا متبتاك ملبتك حتى كيضرب واحد الفران مزيان كتجي على نيفك. مهم الدراري ماشي مشكل، كما قلت لكم ناخذ الطوبيس الباطو الطياره الطوموبيل الموتور اي توالا، بلا مهم باش نمشيو نشوفوا كاع اللعيبات وكاع التوشيات. خليكم معايا الدراري، غنمشيو دابا نشوفوا اللعيبات اللي كدير هنايا في فاليتا. مرحبا بكم مره اخرى، ليتس جو. الناس الكبار في السن تيضحكوا الحاج كيشوف هذيك الحاجه اللي كنصور هي كتشوف طياراتني. المهم الدراري كما قلت لكم مرحبا بكم مره اخرى الدراري في المدينه ديال فاليتا. كما كتشوفوا هنايا واحد الكاتيدرال اللي زوينه، طوب غنمشيو دابا نكتشفوها الدراري. كما كتعرفوا كما قلت لكم الدراري في اي مدينه تمشي تنشوف بحال دابا، اول حاجه كنشوف هي النقاء والنظام الدراري. الصراحه هنايا اش نقول لكم، داكشي نقي نقي بزاف، يعني جزيره يعني محسوبه على الايو على الاوروبيين يونين، يعني الصراحه تستاهل. جايين بحال دابا في البيوت، عرفتي شنو شفت؟ واحد خونا عندهم هما دابا المحطات ديال الطوبيس مصوبينهم من الجاج. خونا جايب واحد الطونيبيله صغيره فيها موتور لور الكتريك، وعنده واحد الشطابه هي شطابه وفيها جوج ديال التيوات ديال الماء، وكيغسل داك الجاج واللعيبات. شنو نقول لك، يعني كتشوف بحال هاد اللعيبات كتفهم والو الصراحه. المهم هادي هي الكاتدرال الدراري. الدراري حنا مازالين غاديين كنكتشفوا في اللعيبات التوشيات. تشوفوا على فيو كي داير الدراري، طاب فيو طاب الدراري. مورايا الدراري هاد واحد البرج تيقولوا له الوار مونيمنت. غنمشيو دابا ندخلوا نشوفوا اللعيبات والتوشيات اللي عندهم هنا لداخل. كتشوفوا داكشي قديم، ندخلوا دابا نكتشفوها الوليدات. شو على فيو، شو على فيو، شو على فيو، شو على فيو، واو. جينا هاد البلاصة الدراري تيقولوا لها باراكا غاردنز، واحد البلاصة اللي فيها هذاك البقايا ديال الحرب. هادشي يعني داير بحال واحد القلعة هنايا، هادشي فابور ما كتخلص حتى شي ريال الدراري، زيرو درهم كيف ما ديما.
كيما كتشوفوا داكشي قديم واللعيبات والتوشيات. غنمشيو دابا الدراري نكتشفوا اللعيبات الاخرين اللي مازال ما يدار. وكيما غادي تشوفوا دابا الدراري واحد الفيو اللي طاب جاي في هاد القلعه من الفوق. صراحه داكشي ما عندي ما نقول. مازالين في المدينة القديمة ديالهم، المدينة القديمة، داكشي زوين، داكشي نقي، داكشي طاب، مي أول حاجة الدراري ما قلتوليش، ما قلتوليش حتى شي حاجة، ما بينتوليش البلان زعما كيفاش، ما اش بالكم في الحياة، الحياة واللعيبات والتوشيات، الحياة داكشي ديالها. What? Bro, what are you talking about, man? على هادي لا، كيفاش هادشي ديالكم نتوما؟ أه؟ الحياة وداك الشيء عاوتاني ما كاينش التملاط ما كاينش الميز دربين شويه الحياه شويه الاستاكه راك تما تما الدراري خليكم معايا مازالين كنكتشفوا الدراري كتشوفوا ديال قديمه زوينه عندهم طاب مازالين كنكتشفوا اللعيبات والتوشيات مرحبا بكم مره اخرى الدراري معنا هنايا واحد الكاتيدرا اللي سميتها الكاتيدرا ديال سان بول هذه هي المين كاتيدرا اللي كاينه هنايا الدراري غنمشيو مازال نكتشفوا اللعيبات والتوشيات خليكم معايا هذه الفوق شوف 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 الفيو كي داير الدراري فيو طوب شوف 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 كاين هذا الناقوس الناقوس هنا الدراري هذاك الناقوس ديال اليوتيوب حتى ملي كدير سبسكرايب خاصك تكليك على هذاك الناقوس هو هذا تضربو مع 12 ديال النهار شحال دابا 12 ونص مشى الحال مشى الوقت شوف عاوتاني الدراري هنايا الفيو كي داير شوف 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 دخلنا هنايا ناس مجبد شفتو دابا هاد الدراري الباطو باش نمشيو لواحد الجزيرة هنايا قريبة جزيرة سميتها سليمة سليمة يعني بحال سلمى صغيرة ديال سلمى نخدو في هاد الباطو هنايا الدراري نمشيو دابا ناخدو التيكي نخدو في الباطو باش نشوفو الستونات تما كي دايرين خليكم معايا يلا خدينا الفيلا الدراري عبد اخونا تيتحرك احنا غاديين دابا الدراري فيو طاب جوار بزاف ديال بنادم الدنيا عامره وكلشي خدام الدراري نمشيو دابا نشوفو هاد الجزيره هادي كي دايره بالك فيها هاديك اللي فيها شي مناظر اللي واعره وطاب نمشيو نكتاشفو كيما ديما الدراري اكتشافات في العولة خليكم مع هاد البوت رايد الدراري اللي غادي تكون واعره وطاب الهواء واحد عرفتي واحد الهواء تيضرب فيك داكشي ريفريشين داكشي داكشي كيرجع فيك الروح الصراحة خليكم مع هادشي وصلنا لهاد الجزيرة ديال سليمة ما صراحة ما لا فيو لا والو داكشي علاش ما عمرك تيقل يعني الكيد ولا شي واحد اللي يقولك شي هضرة فهمتي خاصك ضروري تمشي نتايا وتكتشفها براسك حتى
يعني ماشي شي في يعني شنو نقول لكم نتوما شوفوا المهم نتوما تحكموا صافي نتوما تحكموا هاد في هو انا كي تشوف ما هاد فاليتا كامله على حسن يعني شي حاجه اللي بعيده وما قال لك 15 دقيقه بالفيري بقات 3 ديال الدقائق مي ماشي مشكل المهم الدراري كنتمنى ان شاء الله تكون يعجبكم الفلوق تكونوا استمتعتوا معنا الدراري في هذا النهار هذا دوز النهار طاب شفنا كاع اللعيبات وكاع التويش اللي كدير هنايا الدراري في فاليتا نشوفكم ان شاء الله في ديستيناسيون جديده فلوق جديد تهلاو فراسكم بيس.